موقع هي انا برحب بيكم وسعيده اني اقابلكم على الريد كاربت في مهرجان دبي السينمائي، وخصوصا السنه دي لانه السنه دي سنه الامارات 46 سنه وسنه الشيخ زايد، فاحنا بنقدر الشيخ زايد جدا في مصر وبنحبه والمحبه مستمريه جيل بعد جيل، فبيسعدني ان تبقى الفرحه فرحتين. انا بحييكم انكم متابعين جايزين وعارفين ان انا كنت هنا السنه اللي فاتت وان انا باجي مهرجان دبي على طول. انا الحقيقه مهرجان دبي له معزه خاصه، يعني بزعل لما بفوت دوره منه لان هو المهرجان اللي اداني جايزه احسن ممثله في 2010 عن فيلم 678. فالحقيقه هتواجد في الماركت طبعا بصفتي منتجه وبصفتي مؤسس لمهرجان الجونه السينمائي، وكمان هتواجد كفنانه واحضر العروض علشان اتعلم واثقف نفسي واتفرج على الزملاء. اطلالتي الديزاينر المصري هشام ابو العيله، وسعيد رمزي الستايلست، والحقيقه الشعر رامي، وميك اب فور ايفر هم اللي عاملين الميك اب.